على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، كنا نشرح في قول الناظم رحمه الله تعالى، وقلنا يقول راجي رحمة القدير أي أحمد المشهور بالدردير. الحمد لله العلي الواحد العالم الفرد الغني الماجد. يعني وصلنا عند شرح صفة الواحد هنا، وقلنا ان الوحدانية نسبة لله تعالى عبارة عن نفي الكموم الخمسة، والكموم الخمسة قلنا نفي الكم المتصل في في الذات، ونفي الكم المنفصل في الصفات. الكم المتصل والمنفصل في الذات، وكذلك الكم المتصل والمنفصل في الصفات، والكم المنفصل في في الافعال. والمراد بالكم يعني العدد، الكم العدد، والكم اما ان يكون منفصلا بين بين الاشياء المتباعده المتفاككه، اذا بينها كم منفصل. يعني احنا الان 1 2 3 4، هناك 1 5، وهذا اسمه كم منفصل، لان كل واحد هنا مقائم بذاته منفصل عن الاخر. اما انت وحدك كم متصل، لانك فيك اصابع 5 ومع ذلك متصلة ببعضها، فيك اصابع في القدم، فيك عينين، فيك يعني كلك متصل، اجزاءك متصلة ببعضها، فانت كم متصل. اما الكم المنفصل في في الاشياء المتباعدة المتفاككة، خلاص. هذا معنى عندما قال المصنف رحمه الله تعالى الحمد لله العلي الواحد. وهنا يقول أي المنزه عن الشريك في الذات والصفات والأفعال. يعني معنى الوحدانية في الذات إذا معناها ذاته تعالى ليس فيها تركيب ولا تبعيض ولا انقسام ولا أجزاء. ده معنى نفي ده، وهو ده نفي الكم المتصل. ومعنى الكم المنفصل أنه لا توجد ذات أخرى تماثل أو تشابه ذاته تعالى. فنفينا العدد من ناحيتين مش من ناحية واحدة، نفيناه من ناحية التركيب والتبعيض والانقسام، ونفيناه من ناحية الانفصال، يعني توجد ذات أخرى مثل ذاته تعالى. وذلك فهمنا احنا قلنا نقرأ قل هو الله أحد، فأحد للذات وواحد للصفات، فهو المنفرد تعالى في ذاته وصفاته. وأما الأفعال أي أنه تعالى موجد أو خالق أو هو له التأثير في كل الأفعال، يعني هو الموجد لجميع الأفعال. والله خلقكم وما ولا يوجد فاعل سواه، خلاص كده. لكن هذه الأفعال هل هي واحدة ولا متعددة؟ أما الصفات واحدة، العلم واحد، عشان كده قلنا ننفي الكم المتصل والمنفصل في الصفات، يعني لا يوجد واحد غير ربنا له قدرة ربنا قادر مثله، لا هذا منفصل ده، تمام. وصفاته واحدة، القدرة واحدة، ما فيش فيها قدرتين ولا ثلاث. إنما في الأفعال لا يوجد فاعل سواه، لكن الأفعال كثيرة بخلاف الصفات واحدة. هل هذا مفهوم؟ لا، تمام. الواحد الحمد لله العلي الواحد. هو بيسأل كان سؤال قبل ذلك، وهو
يقول ايه ليه احنا نفينا، لماذا ايه نفينا الكم المنفصل فقط في الافعال ولم ننفي المتصل؟ اما في الصفات نفينا ايه؟ لانه ايه اللي احنا هل ايه هل نعرف الذات؟ لا. كيف عرفنا الذات؟ هقول لك بالصفات. طب احنا هل نعرف الصفات؟ هل رايناها؟ هل نعرفها؟ لا. كيف عرفنا الصفات بالافعال؟ ده الافعال تدل على ايه؟ على الصفات، والصفات تدل على الذات. لانه لا يمكن ان يفعل الخلق والاحياء والاماته والرزق اذا لم يكن قادرا. فدلتنا الامور الموجوده المتغايره المتقابله على القدره، والقدره صفه، ولا يمكن ان توجد الصفه بغير موصوف. فدلت الصفه على ان هناك ذات موصوف بكده هكذا ايه. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم اني اعوذ بمعافاتك او بعفوك من ايه؟ من عقوبتك. الاول كده: اللهم اني اعوذ بعفوك من عقوبتك. العفو ده فعل والعقوبه فعل. ايه معنى عفى عنه؟ يعني ايه ترك الايه فعل ترك المؤاخذه. العفو ترك المؤاخذه ايه بالذنب مع الصفح عنه. طب والعقوبه؟ يعني المؤاخذه بالذنب. فده فعل، انا عفيت عنك فعل، وانا عاقبتك فعل. طب ايه مصدر الفعلين دول؟ الرضا والسخط. اذا كان راضي عنك هيعفو عنك، سخط غضبان هيعاقبك. يبقى اذا دلنا العفو على انه في رضا، والجلد العقوبه دي على انه في ايه؟ في غضب. ما دامت في غضبان وفي راضي يبقى في ذات، خلاص كده. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اني اعوذ بعفوك من عقوبتك. وبعدين ايه يعني معناها؟ استعاذ بفعل عن فعل، فعلينه فترقى، فاستعاذ بصفه من صفه، برضاك من سخطك. ذات في الترقي والعو، فلم يجد الا الذات. اعوذ بك منك، ما خلاص ما فيش ثاني ايه. اعوذ بك منك، انما الاول كان فعلين وبعد كده ايه صفات، فترقى الى الايه الذات. يبقى الصفات فيها تعدد: قادر، قدره، سميع، عالم، متكلم. وهذا لا يضر التوحيد لان الموصوف واحد، انما اللي يضر التوحيد ايه؟ تعدد الذات. وكذلك يضر التوحيد لو قلنا بالتعدد في الصفات، بمعنى انه في صفتين لله زي من جنس واحد، يعني قدرتين او علمين، هذا ينافي التوحيد. خلاص كده. فاحنا كلنا عارفين الايه، فاهمين التوحيد في الذات، ما فيش شريك في ذاته او ما فيش تركيب في ذاته، وفاهمين التوحيد في الصفات بس بمعنى واحد، مش فاهمين الثاني. فاهمين الكم المنفصل بس مش فاهمين الايه المتصل. اما في الافعال دي مشكله المشاكل، وهي التي تدل على حقيقه التوحيد. اذا لم يرى الانسان فاعلا في الوجود الا الله، بمعناها لا يخاف من سواه، لا يعمل حسابا لايه لسواه، لا يطيع سواه، يخاف من ايه؟ من معصيته، لان بيده ايه؟ ملكوت كل شيء، لانه يقول للشيء كن فيكون. يبقى اذا كان الله تعالى معك فمن عليك؟ مين؟ خلاص كل ما فيش حد. واذا كان ربنا ضدك، حتى لو اجتمعت الايه؟ الجن والانس على ان ينفعوك، لم ينفعوك الا بشيء. وان اجتمعوا على ان، لان المساله كلها في ايده هو. يبقى معنى كده ايه؟ انت تسجد لرب يقول للشيء كن فيكون، خلاص المسألة خلصت. ألا له الخلق والأمر، والله خلقكم وما تعملون. فالمشكلة كلها في ايه؟ في توحيد الأفعال. لما جاء الحجاج بن يوسف الثقفي ليقتل مين؟ سعيد بن ايه؟ جبير. فأول ما في سلطة وفي رهبة وفي طغيان، الحجاج ده كان ظالما يعني جبارا، كانت ترهبه يعني الأبطال. ومع ذلك لما أحضر سعيد كان يعني في غاية الثبات،
وفي غاية الطمأنينة، ولم يعبأ لا بالحجاج ولا بالحرس ولا بإيش. ليه؟ لأنه يرى أن الأفعال في يد الله. لو شاء الله تعالى أن يعني يمحو أو يعدم حاجة اسمها الحجاج في لحظة لنمحى من الوجود، ولو شاء الله أن يمسك يديه عن الحركة لما تحرك، يعني لا يطرف عين ولا تتحرك الدماء في جسمه إلا بإذن الله. فسعيد فاهم المسألة دي كويس. يبقى إيه الحجاج؟ عبارة عن حاجة في المرآة كده، خيال. الحقيقة في يد مين؟ لله. إنما اللي هو مش شايف دي ومش عارف توحيد الأفعال يجي إيه؟ يعتريه البول عند مقابلة الحجاج ويرتجب، لأنه مش شايف مين؟ اللي ورا الحجاج. خلاص كده؟ يبقى إذن الإنسان المؤمن يشاهد مين؟ يشاهد وراء الأسباب. الحجاج سبب، يعني لا يمكن يستطيع أن يضر سعيد إلا إذا أراد الله. يعني كأنه المسألة في إيد ربنا، إذا كان حيضر ربنا اللي حيضر بدا، بس سبب ده ظاهر. وما هم بضارين به من أحد. فقال له اسمك إيه؟ قال له سعيد. ابن مين؟ قال له ابن جبير. قال بل أنت الشقي ابن كثير. قال بل أمي كانت أعلم باسمي منك. بيتكلم معه عادي كده زي كأنه واحد بيذاكر معه كده، مش طربان ولا حياة. ده بعد يعني زمن بسيط حيعدم، حيذبح، حيقتل سعيد. ومع ذلك في هدوء عادي. ده انت لما كنت داخل الامتحان عادي هتكتب ورقة مش هتضرب بالرصاص. ومع ذلك فبيقول له يعني، قال له ايه الويل، ايه الويل لك يا سعيد. قال الويل لمن زحزح عن الجنة وادخل النار. هو ده الويل، ده ويل لله. افرض قتلت ولا كذا، ضمه ولا تحسبن الذين قلت، بل احيانا انا هروح في نعيم. يعني انت عجب بالمسألة دي. شوف شايف الحقيقة، انما انت محجوب ما شايف. قال له الويل، تعجب من ايه؟ من الجرأة. قال ماذا تريد؟ اسئلة كثيرة بس انا بختصر لك. يعني اتريد ان اعفو عنك؟ فكر يعني المسألة دي عملية تمثيل، يعني بيمثل الدور عشان يعني يقول ده. قال اما ان كان العفو من الله فنعم، شو كان من الله. اما انت فلا عذر لك ولا براء. انت انسان متجرئ على حدود الله، كان هو اللي هيعفو وبس. زي ما سيدنا ابراهيم شو القي في النار وقال له جبريل، قال له الاك حاجه؟ قال له ما اليك فلا، فما تملكش. اما الى الله فعلمه يغني عنه. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، مربوطة بإرادة الله. قال له من ضمن الأسئلة، أما علمت أن موتك وحياتك بيدي؟ يعني أنت مش عارف أن كونك تبقى على الحياة او كونك تموت، امر هذا في يدي بحسب الظاهر. احنا في غفلة عشان الظاهر لينا ما يترى. ده حتى في الموت انت بتشوف انه خلاص بيحتضر وحيودع او كذا، والله تعالى يقول فلولا إن اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه ولكن لا تشعرون. واقرب القدرة اقرب اليه، نحن اقرب اليه من حبل الوريد، ولكن انت فانت معذور عشان ما شايفش. لكن دي المسائل دي اعتقادية يقينية، فلازم انت توقن بها حتى لو ما شفتهاش. ان هو معنى الدين كده ومعنى العقيدة ايه ينعقد عليها القلب. ولا تطفو الى الذهن مرة اخرى للمناقشة. يقول له اما علمت ان موتك وحياتك بيدي؟ يقول له لا، لو كنت اعلم ذلك لاتخذتك الها. المسألة دي مش في ايد الا الله. خذ الحقيقة، من الذي يحيي ومن الذي يميت ومن ومن ومن. ثم قال له ايه لما يعني يأس من مجادلته، وقال له ايه؟ قال اقتلوا، اقتلوا.
فضحك سعيد بصوت عالي والضحك يعني، فجن جنون الحجاج، هل في مثل هذا الموقف يكون الضحك؟ يضحك كده زي كأنه يعني في بيشاهد يعني واحد بيقول له نكتة، يعني حاجة يعني غريبة، موقف لا يمكن يصدر فيه الضحك. ده انت لو قالوا امامك مليون نكتة عشان تضحك في حالة زي دي، انت فين وهم فين؟ تضحك ايه؟ فضحك، فامر غريب دهش. اتفضل اتفضل. يضحك ليه؟ قد يكون يعني شاف ملائكة نزلت من السماء هتاخد الحجاج. خاف ايه الموضوع يعني؟ هذا امر غير معتاد. قال ما يضحكك او لماذا تضحك؟ قال والله اني لاضحك من ايه؟ من شدة وقاحتك وجراءتك على الله وطول حلم الله عليك. يعني انا بستغرب بستعجب، كيف انت بالجراءة دي وبالوقاحة دي وكيف ربنا ايه حليم عليك وبيمهي لك؟ حاجة غريبة. فتضحك يعني الانسان بيستعجب. يا زي ما انت شايف واحد مثلا، واحد لواء مثلا ما حرس كثير، ولو اشار اشارة مثلا لانسان يلقى القبض عليه، واحد مثلا سفيه من السفهاء يشتم باقذر الشتائم، ومع ذلك الرجل اللواء ده الكبير الرتبة ده واقف عادي ومستعجب وينظر اليه دون ان يأمر احد من الايه الحرس بالبطش به او شيء. يعني قال له انا بستغرب بستعجب، انت يعني الوقاحة دي والجرأة دي والكبر ده والعناد ده مع طول حلم الله سبحانه وتعالى عليه. اذا الملخص القصة انه هو ده ايه عرف انه التأثير والافعال بيد مين؟ بيد الله. فلم يرهب سواه ولم يعمل حساب ليه. فده الامر اللي هو محك معيار صدق المؤمن في توحيده، لانه الايمان بالصفات الالهية دي بينعكس على ايه؟ يعني انت لو فعلا بتحب ما تنامش الليل، تقوم تتعبد وتسهر تقرأ القرآن لو انت مشتاق الى الجنة، انما في غفلة ونوم عميق يعني معناها انت ايه فيش يعني صدق في الايه في المحبة كامل، ممكن يكون ركعتين كذا. كذلك لما تعلم ان الامور كلها بيد الله وان الرزق في يده وان الاجل في يده، يبقى معناها تؤدي رسالتك على الوجه الاكمل، لا تخشى من شيء ولا تقف في طريقك اي عقبة، لانك تعلم انك انت زي ما النبي صلى الله عليه وسلم لما حاولوا معاه وهددوه واغروه قال لهم ايه؟ والله لو وضع الشمس والقمر على ان اترك هذا الامر ما ترك حتى يظهره الله او اهلك به. اذا كان ربنا يعني كتب عليه الهلاك هالك لا محالة، لانه ده امر ايه الهي خلاص، ما فيش فيه لا رد لايه لقضائه ولا معقب لحكمه. واذا كان ربنا حيكتب النص يبقى اذا انا ايه كما قال الشاعر اذا لم يكن من الموت بد فمن العارض ان تعيش ايه جبل ميت ميت يبقى طب. الجماعة كده الواحد فهمنا الايه الوحدانية والذات الالهية الله تعالى ايه الوجود له ايه واجب، وقلنا ان واجب الوجود سبحانه وتعالى ايه لا يتعدد، يعني الواجب ده في العقل حكم العقل يقول كده ان الواجب اللي هو متصف بهذه الصفة بأن وجوده واجب، أن الوجود ما أن يكون حشتير فيش لا ليس هناك ثالث، ما أن يكون واجب ما أن يكون ممكن جائز، المستحيل ليس موجودا عشان ندخله في الايه في الأقسام. يعني الوجود منحصر في ايه في دائرتين، دائرة الإمكان وهي لجميع المخلوقات ما سوى الله تعالى كل الايه الخلق وجوده ممكن. ايه معنى ممكن؟ يعني يمكن وجوده ويمكن عدمه، يعني يستوي فيه الطرفان،
تارة يكون موجودا وتارة يكون ايه غير موجود. يعني انت مثلا قبل وجودك انت الان موجود، كان ممكن تكون مش موجود وكان ممكن تكون موجود، يعني مستوي فيك الامرين. فعشان كده يقولوا ممكن يعني جائز. اما الواجب لا يتصور في العقل عدمه، يعني لا بد ان يكون ثابتا موجودا، لانه هذا اسمه الواجب. ما معنى الواجب؟ يعني الثابت العقلي الذي لا يقبل النفي، يعني امر ثابت في العقل لا يقبل النفي ابدا. مثل ايه؟ قالوا مثل التحيز للجرم، الاجران دي مهما كانت صغيره فلها حيز. هل يخلو الجرم عن الحيز؟ الحيز ده واجب للجرم. ومثل الفردية لإيه؟ للثلاثة، والزوجية للأربعة. فالشيء الثابت اللي هو لا يمكن يتصور عقلا نفيه يسمى واجب. أما اللي يجوز فيه الأمرين هذا يسمى ممكن أو جائز. فأنت ممكن، يعني معناها زي أنت كفة الميزان، شوف معايا كده كفتين، هل ممكن ترجح واحدة على الأخرى؟ ممكن، ما هي معنى الميزان. السؤال هنا، هل يمكن ترجح واحدة على الأخرى بدون مرجح؟ فلا بد أن يكون هناك مرجح، لأن الوجود والعدم مستويان بالنسبة للممكن، يعني وجود زي عدم. إذا فما الذي رجح أحد الأمرين؟ لا يمكن أن يكون الممكن نفسه هو الإيه؟ هو المرجح. فلا بد ان يكون هناك امر خارج عن الممكن، لان قلنا الطرفين مستويين. طيب اذا الامر اللي خارج عن الممكن ليس عندي في القسمه العقليه الا المستحيل والواجب. هل يمكن يكون المستحيل هو الذي رجح احد طرفي الممكن؟ لا. ليه؟ لان المستحيل لا يمكن ان يوجد نفسه، فكيف يوجد غيره؟ هو فاقد الشيء لا يعطيه. يبقى اذا لم يبقى امامك الا الايه؟ الواجب. هو اللي رجح احد الطرفين. يعني احنا مثلا كنا ايه؟ اموات عدم يعني، فاحياكم، فرجح الله تعالى كفة وجودنا على كفة عدمنا، ثم يميتكم ثم يحييكم. يبقى بقى مرة كده ومرة كده، كنا بايه؟ مرجاحة شوية كده شوية، يعني ايه؟ هذا يرجح على هذا، حتى كلمة المرجاح اللي بتمرجح بترجح واحد على واحد، تجيبك كذا رجح ده، تجيبك كذا رجحت الايه؟ اسمها مرجاح، بتمرجح ترجح يعني، ها؟ المرجح او الترجيح. فإذا لم يبقى في الأقسام العقلية إلا الايه؟ إلا الواجب. هو الذي أعطى الوجود أي صفة الوجود للممكن، لأن الممكن لا يمكن يوجد نفسه. لأن العقل يقول لك لا يمكن، لا يمكن أن يوجد ترجيح بغير مرجح. ده يعني شوف ست كفتين الميزان كده 50 سنة، هل ترجح واحدة؟ إنما لما تحط ثقل في إيه؟ في كفة ترجح، يبقى في مرجح هنا اللي هو إيه؟ الثقل. إنما ترجح كده من نفسها، لما الثانية زيها، لماذا لم ترجح الأخرى؟ يبقى ما فيش حاجة اسمها ترجيح بإيه؟ يبقى إذن الواجب الوجود ده لازم يكون واحد، ما تعدد شيء، يبقى القديم إيه؟ واحد لا يتعدد، وما عداه فهو إيه؟ متعدد، وهو إيه؟ وهو كثير. يبقى هنا نأتي إلى إيه؟ لو كانوا اثنين مثلا، هنسأل سؤال عقلي كده، قال لك لو كان واجب الوجود اثنين مش هينفع، لانه شوف كده الآية القرآنية بتقول ايه؟ ما اتخذ الله، لا الثاني، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله، اذا الا ذهب كل اله بما خلق ولا على اهديه بحكم الايه دي؟ ده مش حكم عقل، الحكم العقلي هنجيبه في الايه الثانيه. هنا حكم عادي، لان العاده جاريه بوجود التمانع عند تعدد الحاكم. مثلا لو في ريس ثاني في اي دوله
في العالم، لأن دي عادة دي موجودة. نازع الحاكم الموجود أو اثنين يعني تولوا على الحكم، لازم واحد ينازع الثاني، لا لابد ينازع عشان هو واحد يستقر الحكم الواحد. ما شفنا دولة في العالم فيها اثنين رؤساء، مش ممكن، ولا حتى سفينة ولا سيارة ولا قطار، ما يجيش دي. اثنين رؤساء في دولة واحدة، ده يقول للناس شرقوا، ده يقول إذا العادة جارية بوجود حاجة اسمها التمانع. عند تعدد الحاكم والتمانع معناه التغالب، يعني واحد يريد أن يغلب الإيه، والدليل على ذلك في قوله تعالى ولا على، فلو كان معه إله يجي كل واحد يحب يظهر على يظهر على الثاني ويبين إنه هو رئيس، وإنه يعني ولا على إيه بعضهم على بعض. وفي آية ثانية تشير إلى هذا المعنى، ولو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. إيه معنى سبيلا؟ يعني لمغالبته، يعني يحاولوا إيه يحربوا أو يعني يعملوا حزب ضد، المهم على أساس إيه يأخذوا منه إيه العرش يعني كرسي. إذا لابتغوا إلى إيه ذي العرش سبيلا. بيقولوا تقرير هذا البرهان بيسموه لما نجي نتكلم إن شاء الله بتبلغكم في السنة 200 بيسموه برهان التمانع، تمام؟ ويسمى أيضا برهان التغالب، دي يعني كذا اسم، لأنه لو أمكن إلهان، ها تقريره من ناحية العقلية، لو حرف امتناع، ها لامتناع، وأحيانا تكون امتناع لإيه لوجود. لو أمكن إلهان لأمكن، طبعا لما يكون في تنازع بين اثنين يبقى كل ما يزيد العدد يبقى التنازع من باب أولى، بس أقل العدد إيه. فإحنا ليه بنقول بين اثنين؟ مقولش ليه بين اثنين؟ قالك ما هو اللي حيمشي على اثنين حيمشي حتى على ألف، فإحنا نبدأ باثنين. لو أمكن إلهان لأمكن بينهما ثمانة، بأن يريد أحدهما حركة زيد والآخر سكونه. سؤال إلى هين، واحد عاوز يحرك يد زيد والثاني يريد إيه إسكانها، ليه بقى إيه الحركة والسكون؟ ليه مثلنا بهم؟ لأن كلا الحركة والسكون أمر ممكن في نفسه، يعني الحركة ممكنة والسكون ممكن، يبقى هنا في تساوي بين الإيه الطرفين. وحينئذ العقل يقول لك إيه إلى هين، واحد يريد حركة زيد والثاني يريد ايه السكون، والامران ممكنان، او واحد يريد يخلق زيد يعني لازم تجيب امره، واحد يريد عدم خلقه، واحد يريد احياء زيد والثاني يريد اماته، اي امرين متقابلين مش شرط الحركه والسكون. العقل يقول لك اما ان يحصل الامران معا، اما فرض، وهذا الفرض غير مقبول عقلا، ليه؟ لأنه يؤدي إلى اجتماع الضدين، واجتماع الضدين باطل عقلا. يعني هل ممكن ينفذ مراد الإلهين معا بأن يكون زيد متحرك وغير متحرك؟ لا، المحل واحد والشخص واحد، لو كانوا اثنين معلش واحد يحرك واحد واحد يسكن الثاني ممكن، إنما هو نفس اللي حيتحرك هو اللي حيسكن، ده باطل ايه عقلا. ده الفرض الاولاني اللي هو اجتماع الضدين، اللي ايه هم الضدين؟ الحركة والسكون او لا، يعني لا تحصل الحركة ولا السكون، وهذا باطل ايضا. ليه؟ لانه لو الاثنين ما نفش المراد بتاعهم يعني معناها يؤدي الى عجز الايه الالهين، والعجز ده منافي للالهين، ده مش الهين، ده دول يعني بشرين او اثنين عاديين مش الى مش اله هذول، يبقى ما ينفعش ينفذ الايه المرادان، وما ينفعش ايه يبطل الايه المرادان. فرض ثالث قال لك يمكن يحصل واحد وما يحصلش الثاني، يعني تحصل حركة وما تحصل، الفرض الاول يحصل الاثنين وده باطل، والفرض الثاني ما يحصلوش الاثنين وده باطل، والفرض الثالث انه تحصل واحده يبقى الاخ ده ولا لا ينفع اتكلم عليه ما
ما ينفعش. لو حصل واحدة يعني معناها ايه؟ يا الحركة يا السكون. فيلزم عجز واحد اللي هو ايه؟ الاله الواحد من الاثنين. والعجز ده هو ايه؟ امارة الحدوث، يعني امارة انه هو ده حادث مش قديم، تمام كده. والثاني ايضا احنا قلنا باب الواحد اللي هو عجز، اللي هو لم تنفذ ارادته. باب اللي نفذت ارادته يبقى عاجز ليه؟ قال لك ما هو ده اللي احنا افترضنا انهم الاثنين آلهة، فبالما ده عجز في المرة دي يمكن دكة يعجز في المرة الثانية، يبقى الاثنين يعني معناها زي مباراة، مرة انت تفوز وانا افوز، اذا ما ينفعش. يبقى معناها اذا عجز واحد فهذا يلزم منه عجز الثاني، اللي احنا بنفترض انهم دول الاثنين الهين. خلاص كده. يبقى اذا فالتعدد، شوف كده تقرير الكلام في الفضل. التعدد مستلزم لامكان التمانع، ده القاعدة. التعدد مستلزم لامكان الايه؟ التمانع. والتمانع مستلزم للمحال، والمحال اللي هو ايه؟ التعدد. كده يبقى كده نقول كده التعدد مستلزم لامكان التمانع. مولانا احنا قلنا لامكان التمانع، التمانع عليه ما قلناش مستلزم للتمانع. لا هقول لك ليه. كويس، ده سؤال مهم وانا كنت هجاوب بس انت ما صبرتش. فالتعدد مش مستلزم للتمانع ولكن لامكان التمانع. خلاص كده. والتمانع مستلزم للمحال اللي هو ايه؟ التعدد. فاذا كان التعدد محالا يبقى التمانع ايه؟ محال. ومعنى هذا، لماذا قلنا امكان التمانع وليس حصول التمانع؟ ده السؤال اللي انت ايه بتسأله. يعني معنى هذا ان احدهما، احنا بنفترض انهم يتمانعوا، مش يتمانعوا بالفعل، تمام كده. معنى هذا ان احدهما ان لم يقدر على مخالفة الاخر لزم عجزه. يعني احنا بنفترض هو قادر ولا مش قادر، فان لم يقدر مش معناها يعني بنفترض هو قادر حتى ولو الفعل اللي هو ايه التمانع لم يحدث. احنا هل يمكن يمنع الاخر؟ هذا الايه اسمه امكان التمانع. اما وقوع التمانع ده دليل على انه التمانع ممكن. فاحنا بنتكلم في مسألة هل هي ممكنة ولا غير ممكنة. فلو قلنا التمانع بدون كلمة امكان يعني معناها حصول التمانع فعلا، ولكن احنا بنفترض ايه عقلا، ليس نقول تمانع حقيقي لانه اساسا ما فيش تعدد اذا ما فيش تمانع حاصل. يبقى ده مسألة ايه افتراضية وليست مسألة واقعية. فعشان قال امكان يعني معنى هذا ان احدهما ان لم يقدر على مخالفة الاخر لزم عجزه، وان قدر لزم عجز الاخر. بنتكلم في ايه دلوقتي؟ في امكان التمانع. يعني هل هو ممكن عقلا ولا مش ممكن؟ ممكن عند وجود ايه؟ عند وجود التعدد. يعني يمكن ان يتمانع. السؤال يعني ايه معنى يتمانع؟ يعني احنا ما قلنا يتمانع يعني يتنازع ويحصل بينهم. نقول هل يمكن ان يعجز احدهما الاخر؟ اذا ثبت هذا عقلا يبقى معناها ايه؟ كل ما هو امكن في العقل يعني معناها دليل على انه يمكن وقوعه. زي ما احنا مثلا نقول ايه في النبي، اقرب لك المسألة. النبي اي نبي يعني معصوم من الذنب، شوف كده كلمة معصوم من الذنب يعني لا يصدر منه الايه؟ لا يصدر منه الذنب. لا هنا العصمة دي اعتقاد، احنا في الذهن انت تعتقد او في القلب انه لا يعصي، لكن هل يقدر على المعصية؟ تمام. طبعا القدرة موجودة في امال العصمة معناها ايه؟ معناها شيء يمنع، ملكة نفسانية تمنع من صدور الذنب لكن منعا غير ملجئ. لو كان ملجئ يبقى معناه استوى مع العاجز واستوى مع المكره. زي مثلا انا مثلا ممكن اسرق لكن في مانع مثلا عمه وازهري كذا، فده يعني لكن القدرة موجودة عنده. يبقى المانع اللي هو منعني ده غير ملجئ، يعني معناها لا استوي مع العاجز، مع اللي هو ايه مشلول مثلا، انما المانع ده غير ده. مثلا لما يجي يقول لك الولي الناس الصالحين محفوظون من الذنب،
فلا يقع في الذنب، يعني ما شفناش مثلا ولي منسوب للولاية ما يقعش في الذنب، لكن يمكن وقوعه ولا ما يمكنش، يمكن بخلاف النبي. فكلمة يمكن يعني بيجوز انه يقع او لا يقع، مش معناها انا بقول هو ممكن يقع فعلا، مسألة جوازي عقلي. فكذلك معنى هنا امكان الايه التمام. النبي يا مولانا النبي اي نبي يعني جواز العقل لا يقول انه يعني يجوز ان يعقل، ولكن عصم من ذلك ما هو معصوم تمام. لكن السؤال ذكي، اذا اراد ان يزني او يقتل، اذا افتراض عقلي لا يقدر، ليه عدم القدرة؟ هل لأنه عاجز عن المعصية ما عندوش القدرة؟ نعم. سيدنا يوسف يقول ولقد همت بهم، ايه اللي منعه؟ لولا أن رأى برهان ربه. لكن هل المنع عن عجز؟ نعم. ها؟ ولا عن عصمة؟ عن عصمة. أنا عاوزك تفرق بين الممنوع عن عجز وبين الممنوع عن عصمة. الممنوع عن عصمة ده هو النبي، والممنوع عن عجز هو المريض اللي عنده عاهة عنده مرض. وفي مانع ثاني يسموه مانع أدبي، مثلا منصبه ما يسمحلوش أو وضعه الاجتماعي إلى آخره، لكن معناه إيه؟ بس معناه إحنا قلنا لازم يكون مانع غير ملجئ، يعني معناها ما يبقاش مضطر في عدم الفعل، يعني عنده كمال القدرة وكمال البشرية ولكنه لا يقع. ليه؟ لحفظ الله تعالى له. الملائكة ما عندهمش، مش مركبة فيه الحب، مركبة فيهم الشهوة، مركبة فيهم حاجة زي كده. المنع بالنسبة للملائكة ملجئ ولا يسمى؟ لا، المنع الملائكة ملجئ. النبي لو أراد أن يعصي لا يقدر، والملك لا يقدر برضه. بس الملك لا يقدر عن إيه؟ عجل. لأنه فاقد أسباب، ما يسمىش عجز. العاجز اللي يكون عنده الحاجة وإيه وفقدها. يعني أنا عندي دراع لكن ما قدرش يحركه عشان ده عجز، عشان فيه مرض فيه كذا. بخلاف الملك ما عندوش اصلا الشهوة، كمال خلقة كده ويسماش عجز. والنبي اختلف عن الملك في ايه؟ انه النبي عنده الشهوة، عنده كمال الرجولة، عنده الى اخره، لكن الملك ما عندوش اصلا. يعني كيف نقول مثلا الملك يزني؟ الزنا عبارة عن ايه؟ عن شهوة وعن كذا. فهذا مش متصور ايه في الملك اصلا، مش متصور لانه ما عندوش اساسا. زي كأنك قلت مثلا هل هذا الحائط يزني؟ زي كأنك قلت كده كيف يزني؟ الا اذا كان حيزني في حائط ثاني زي يبقى معنى كده معنى هذا ان احدهما ان لم يقدر هنفترض هل هو قادر ولا مش قادر؟ إن لم يقدر على مخالفة الآخر لزم عجزه، وإن قدر لزم عجز الآخر. وبهذا يندفع ما يقال خلاص كده. هنا إن لم يقدر على مخالفة زعيم قدر لازم عجز الآخر. بهذا يندفع في نقطة مهمة نخلصها، ما يقال إنه يجوز أن يتفق من غير تمانع، أو أن تكون المخالفة أو الممانعة غير ممكنة لاستلزامها المحال، أو أن يمتنع اجتماع الإرادتين. في شبهة اللي قالوا على شبهة الاتفاق، افرض يعني اتفقوا انه ما يتنازعوش، يعني وانا لما احب احرك واحد انت تحترم نفسك وتسيبني احركه، وانت لما يجي الدور ايه احنا بنتكلم في امكان التمانع. اهداء ايه ده اللي يدفع شبهة الايه؟ شبهة الاتفاق. يعني احنا بنسأل هل يمكن ولا ما يمكنش، فهذا يدفع شبهة الايه؟ الاتفاق اصلا. فما قلنا بالتمانع نفسه، فنقول هل يمكن ان يتمانع ولا لا يمكن. كلمة إمكان التمانع رفعت إيه الإشكال اللي هو شبهة الإيه؟ الاتفاق بينهما. والدليل نقرره إن شاء الله تعالى في الدرس القادم في قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، والله تعالى أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رحمة المدينة الجامعية.